استكمالا للقاءات الجولة 23، حل الاتفاق ضيفا على ضمك في لقاء احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة. رغبة مبكرة في الظفر بالنتيجة ظهرت جليا على أداء أبناء الجنوب، واستحقوا على ذلك التقدم بهدف القائد فاروق شافعي. والكرة خطرة، جول! الهدف الأول من الكابيتانو. الضيوف يجدون الطرق كلها مغلقة أمام المرمى الأحمر. شوط أول شهد تفوقا ملحوظا لضمك وسط غياب تام من النواخذة. في الشوط الثاني حضرت خبرة النواخذة بعد أن خطف عبد الله السالم هدف التعديل. محاولات الطرفين لم تثمر عن أي تغيير في النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل بهدف لمثله، وبذلك يصعد الاتفاق للنقطة 31 قبل لقائه مع الفيصلي، وأصبح رصيد ضمك 21 نقطة، وينتظره اللقاء مع أبها في الجولة القادمة.